وللحديث عن سير التظاهرات تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشطة في تظاهرات بغداد ناهد أحمد. أهلا بك سيدة ناهد. الأنباء تتحدث عن توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة التحرير وأيضا إلى ساحة الخلاني في قلب بغداد. أنتم قريبون، أنتم في العاصمة، كيف يبدو زخم التظاهرات بعد مرور نحو 4 أشهر على انطلاقها؟ والله الحمد لله التوافد والحماس مستمر، ومن حرق والخيم وتعدوا علينا وتعدوا ما اخذوا من عزيمتنا ولا لامسونا، وبالعكس اصلا صحيح ان قسم عدد قليل انسحب، يعني مفاجاه صارت وانسحبوا قسم من عندهم، انه ردت توافدت والاعداد بتتضاعف، وحتى الخيام اللي حرقوها بمكان الخيمة 2 و3 حطينا، وان شاء الله ماشي انتفاضتنا وما تصف، هم اللي راح يصفون باذن الله تعالى. سيد ناهد راح نتوسع افقيا. نعم تفضل. افقيا راح نتوسع الحين نوصل للمنطقه الخضراء باذن الله تعالى. سيد ناهد اليوم عادت، نعم اليوم عادت التظاهرات الطلابية، وأيضا عاد الإضراب عن الدوام الدراسي في جامعات بغداد وغيرها من المحافظات، كيف تقيمون أنتم في التظاهرات دور الطلاب في أحداث ثورة تشرين منذ انطلاقها في الأول من أكتوبر ولغاية الآن؟ والله الوعي أستاذ يعني حتى الصغار التلاميذ الصغار وعوا، يعني الوعي بالعراق صار كلش كبير وعميق، واصبحوا يتحسسون ان خطر المستقبل على من هذه الحكومه من هذه الكتل والاحزاب السياسيه. يعني الخطر الجسم امامهم، ولهذا السبب وعوا انه مستقبلهم ضايع. خلي تروح من عندهم هاي السنه مو مشكله، سنة دراسية مو مشكلة، تيجي غيرها السنين ماشي وتتعوض، بس المهم يخلصون الوطن من هاي الأحزاب والكتل الفاسدة ومن هاي الأجندات الخارجية اللي تعمل علينا. هو احنا شنو ايش باقي بينا؟ هو العراق احنا قاعدين على أنقاض دولة؟ أنقاض دولة احنا ما قاعدين بدولة. نعم. يعني أنا رئيس خارجية أمريكا يتعطف ويترحم على المتظاهرين الإيرانيين، وإحنا أيضا نتعاطف وياهم، هم متظاهرين مثلنا، لكن أنت بشوف الفرق بيننا وبين إيران، إحنا ما عندنا بنى تحتية، إحنا بنانا التحتية متقدمة منهارة، ومع ذلك يتعاطف وياهم، طيب شيء من هذا العطف إنه الأمم المتحدة ما شاء الله يعني تنظر إلنا وكأنه محطة فضائية، تقرير توصف القمع الحكومي وبعدين تعلق وقرأت انه هذا الطرف الثالث والحكومة ماذا تتخذ اجراءات صارمة حتى تدين هذا الطرف الثالث وتركه وتتوصل الى شخصانته، من يكون هذا الطرف الثالث؟ يعني حديثهم هذا هو الانتقاد اللي بتوجه الامم المتحده، هذا مو عمل الامم المتحده. نعم. اصلا الامم المتحده متخلي اخوش توافق دولي ضده. سيده ناهد، يعني هناك انباء عن اتفاق الكتل السياسيه على تسميه مرشح جديد لرئاسة الحكومة، يرجح والأخبار يعني ربما تكون غير مؤكدة، يرجح أن يكون هو نفس عادل عبد المهدي من سيتولى رئاسة الحكومة المقبلة، هل ستقبلون بشخص عادل عبد المهدي يعود إلى الواجهة من جديد في رئاسة الوزراء؟ إيش نقبل من عنده؟ هو فاشل، يعيد الفشل مرة ثانية، يعيد الفشل، هو خشن، لا هي وهو من بسبب فشل السياسة، ولو هي وتراكم مال الحكومات السابقة، لكن هو أيضا يعني تجسد أمامنا الفشل الذريع، بحيث ملينا وهاي الدورة الانتخابية يمكن الخامسة الرابعة بالعراق، ومع ذلك فشل ذريع، الحكومة تجي أفشل من قبله، احنا علاش نقبل بيه؟ احنا نريد من عندهم شخصية غير جدلية. نعم. من خارج الوسط السياسي،
نعم. غير جدلية وحتى يعني الشخصية الجدلية إذا إجت إحنا ما راح هذا نرجع لبيوتنا، إحنا راح نبقى بالساحة رهنا بسياسة تخدم البلد. نعم. رئيس يحقق طموحاتنا ويعدل اقتصادنا وزراعتنا، احنا منهاره، دوله منهاره احنا. احنا ما يرفع من الواقع الصناعي والزراعي المجتمعي ما راح نقبل. نعم. ووجودنا بالساحه راح يستمر حتى وراء ما تتشكل الحكومه المؤقته. سيده ناهد، لو تحدثنا عن الدعم اللوجستي ولكن باختصار لو سمحتم، ماذا عن امدادات الطعام وايضا الدعم اللوجستي المقدم للمتظاهرين؟ هناك شائعات ربما قد انتشرت في مساحات ضيقه عن تراجع دعم المواطنين لثوار تشرين، ما مدى دقه هذه الاخبار؟ ابدا ماكو يعني هذه مجرد اشاعه، واشاعه مغلظه، انا اشوفها اشاعه مغلظه، احنا كل مره نشوف. بس انا نفسي شخصيا اكل من الاكل الموجود عندهم، ومو يعزموني بالخيام يبنوني براتي عندنا اقعدي هنا تعالي، ماكو شيء تحفي، هو كل ما هنالك يبون يفشلون هاي التظاهرات باي ثمن يكون، بالاشاعه بالهجوم عليها بحرقها باي وسيله. هم هذا هم لازم يفشلوها، لكن ماكو امامهم، هم منهارين وان شاء الله سقوطهم قريب. من بغداد الناشطه في تظاهرات بغداد ناهد احمد، شكرا جزيلا لكم.